أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين مع تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وبقية محافظات العراق، في حين يؤكد المتظاهرون عزمهم الاستمرار في التظاهرات حتى تلبية جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام. نرحب بداية بضيوفنا في هذه التغطية. معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك دكتور رافع. مرحبا دكتور سمير. وعبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، حياك الله خالدي، حيا الضيف الكريم. إذا مشاهدينا ابقوا معنا بعد فاصل قصير لنبدأ الحوار. إذن أبدأ معك أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، كيف تقرأ الدعوات لاحتشاد متظاهري المحافظات العراقية في بغداد يوم 10 و11 من هذا الشهر؟ أكرر الترحاب بك وضيفي الكريم ومشاهدين الكرام. حقيقة الأمر الحراك الشعبي يتكيف مع التطورات والأحداث، وعلى ما يبدو أنه قد أظهر حقيقة قدرة غير متوقعة على إدارة ذاته، رغم أنه الغالبية هم شباب وفي مقتبل العمر. عملية اتساع التظاهرات إيجابية جدا، وهذا ما ثبت للأيام الماضية، ولكن ما يبدو أن الحراك قد أدرك ضرورة أن يكون هناك تركيز الحوار تجاه الحراك في بغداد. لذلك لما تم مقر مسيره رئيس الامر بحجم كبير باتجاه بغداد، انه سوف يكون مرحله كبيره جدا تدل على ان الحراك اكثر من ان يتم احتوائه من اي جهه. طبعا الصوت غير واضح، الصوت غير واضح دكتور قحطان، إذا أمكن يتم يعني تضبيط الصوت فيما بعد سيتم الاتصال بكم مرة أخرى دكتور قحطان الخفاجي. أستاذ دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك دعوات لاحتشاد متظاهري المحافظات إلى بغداد يوم 10 و11، كيف تنظر إلى هذه الدعوات في ظل استمرار عمليات القتل واستمرار يعني هذا القمع الحكومي ضد المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما دكتور سمير قبل الحديث عن الاحتشاد اللي سيأتي يوم الجمعة، هناك حدث اليوم حصل، هناك ميليشيات قد دعت إلى القدوم إلى ساحة التحرير، وفعلا تحركت ميليشيات وأشكال معينة لغرض تخريب ساحة التحرير وتخريب التظاهرات. واضح كان من البداية هذه المحاولة جرت قبل أيام وجرت عدة مرات لكنها فشلت. اليوم حشدوا بطاقات معينة وتقدموا. عندما تريد أن تنظر إلى هذا المشهد يجب أن تنظر إلى صورة المشهد أولا لتقول من هؤلاء يعني الحقيقة، وعندما تنظر إلى اللافتات التي حملوها وهم يدخلون ساحة التحرير أو يريدون أن يتظاهروا، هم قالوا نحن جئنا لمساندة التظاهرات لنقف يعني مع المتظاهرين، لكن واقع الحال لا، ذولا مجموعة من المندسين، مجموعة من الميليشيات تريد أن تخرب الثورة. واضح من الشعارات اللي رافعيها، يعني واحدة من الشعارات، شعارات كثيرة، لا للبعث، لا لآل سعود، لا ما أعرف منو. هذه الطريقة واضحة، هم يريدون أن يتهموا الثوار أنهم تابعين للبعث، تابعين لآل سعود، تابعين. وهذه حقيقة هذه صارت يعني من النكات، من المعيب أن تتحدث بهذه الشغلة. شباب صغار ليس لهم علاقة لا بالبعث ولا بغير البعث، ولم ينادي، وغير قضيتهم غير قضية، هم جاءوا من أجل الوطن. هؤلاء هم المندسين، هذه المجموعة هي المندسة، هي اللي تحاول تشويه الصورة أنه إحنا جئنا لأنه دا نطلع المندسين. أي مندسين وأنت شايل لهم لافتات تقول لا للبعث؟ يعني تتهم الثوار بأنهم بعثيين، تتهم الثوار بأنهم هناك جهات أجنبية تمولهم آل سعود وغير آل سعود والسعودية وما أعرف منه. هذه كذبة كبيرة، محاولة لتشويه الثورة بطريقة واضحة جدا.
اللي جرى في ساحة التحرير، تم احتواء هذه بأعداد غفيرة، توافدت إلى ساحة التحرير عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف من العراقيين، توافدوا فورا إلى ساحة التحرير، وبالتالي وجدوا أنفسهم هؤلاء أنهم ظاهرة شاذة، يعني ليس ظاهرة، يعني حالة شاذة، بالتوصيف الدقيق حالة شاذة لا يمكن أن تستمر. فلذلك انسحبوا بعد أن حاولوا يعني محاولة الصدام مع التظاهرين لكي تبدو المشهد فيه صدام وفيه محاولة لجر الثوار إلى معركة جانبية، ثوار أوعى من هذه القضية وأكثر وعياً مما يعتقدون، هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم، اللي قدموا مئات الشهداء، اللي قدموا كل هذه التضحيات، اللي استطاعوا أن يمتدوا بثورتهم إلى كل المحافظات بهذه الطريقة، بهذه الطريقة السلمية الحضارية العقلانية الرؤية الواضحة، ذولا قادرين أن يواجهوا، يعني وحاسبين حسابهم أن يواجهوا مثل هذه الحالات الطارئة الشاذة التي ستواجههم في طريقهم إلى أنجاز أهدافهم بالثورة. فلذلك شهدنا هذه الحالة وربما ستتكرر هذه الحالة، لكن يعني أهل العراق يجب أن يطمئنوا. أولا هم يتنادوا بسرعة إلى ساحة التحرير لمساندة كل المتظاهرين والشعب كله معهم، وهذه الحالة مهما كبرت مهما صغرت لن تستطيع أن تفعل شيئاً، الثورة أكبر من هذا وعليهم أن يعوا هذه المسألة. إذا ما استخدموا السكاكين، استخدموا هذه الشعارات البالية، استخدموا شعارات أن المرجعية تطالب على المرجعية الآن أن تقول أنه لا أحد يستغل اسمها، إذا كان هذا واقع حال غدا يوم جمعة عليها المرجعية أن تقول أنه لا تقبل باستغلال اسمها بهذه الطريقة، لأن هؤلاء جاءوا حاملين لافتات يقولون على المرجعية، وكأن المرجعية يعني هي من بعثتهم إلى ساحة التحرير ليقولوا هذه الكلمة، وهذه فيها اتهامات الحكومة، نفس قوى الحكومة والعملية السياسية الحزبية اللي اتهمت الناس بأنكم بعثية، بأنكم مندسين، بأنكم تبع دول أخرى تمولكم، بأنه يعني لكم أجندات خارجية، وهذه كلها كذبة واضحة جدا، لكن وضعهم يزداد حراجة، هذه العملية السياسية وقواها يزدادون خوارا، يزدادون سقوطا، لذلك يحاولون هذه المحاولات التي شهدنا مشهد منها هذا اليوم، واستطاع الثوار بحكمتهم بشبابهم بقدراتهم العقلية أن يحتووها بطريقة، وأهل العراق معهم بسرعة تنادوا واستطاعوا أن يتخلصوا من هذه الحالة الشاذة التي لا تليق بالعراقيين. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، هناك أنباء عن حشد الميليشيات عناصرها تحت مسمى عشائر لمحاولات إنهاء ساحة التحرير، يعني أيضا هناك محاولات أيضا لتشويه هذه التظاهرات، هل من معلومات أكثر حول هذا الحشد المنتظر؟ للأسف الشديد حقيقة الأمر نعم، هناك أكثر من محاولة للحشد القيام أو للجهات المختلفة تلك التي لا يروق لها الحراك الشعبي أن تشوه هذا الحراك، ولعلنا بالمدة السابقة قبل حوالي الشهر قد تلمسنا هناك حراك معين كان قد يذهب لولا أن المرجعية الدينية تعجلت أو استبقت الحدث ولغته، وبالتالي أتوقع تكرر هكذا حالات لأسباب كثيرة. الحراك الذي قد يتوقع أن يكون هناك فيه يقوم ببعض عناصر لغاية يشوه حالة التظاهرات فهي موجودة بالأساس ولكن بحجم أقل لحد اللحظة، فهناك مندسين يقومون بطعن بعض الأشخاص بسكاكين في داخل الساحة إلى حد معين، ولكن الحمد لله تم إمساك بهم والتعرف عليهم. قد تذهب هذه المجاميع إلى حراك بهذا الحجم، ولكن المشكلة الكبرى عند تسمعنا تصور الصوت هذا واضح العفو؟ نعم واضح. نعم نعم أكمل دكتور. نعم واضح. هناك حراك بهذا الاتجاه سيكون من الصعب ما كان التعامل معه من قبل المتظاهرين باعتبار أن هؤلاء قد يحملون سلاح أو قد يذهبون باتجاه تشويه. هنا الحكومة أن تقوم إذا كانت هناك حق الحكومة وحقا تدعي أنها تحمي المتظاهرين وأنها مسؤولة على أمن الوطن أن تكون بواجبها اتجاه منع تكتلات من هذا النوع. ثم الغريب في الأمر أن كيف
مجاميع تدعي الحشد وتدعي ارتباطها بالحكومة وتقوم بتظاهرات ضد الحكومة. فالأمر ليس بالمنطق بالمرة. إذن هذه وسيلة لأطراف أخرى يتزعمون هذه الحالة برفض إلى التظاهرات. نقول نحن كعراقيين كمتابعين أن الذي في الشارع من حراك من الشباب هم ليسوا إلا أبناء هذا الوطن وأبناء عشائر وبيوتات معروفة، وبالتالي ليس بالمنطق أن تكون هذه الشباب عرضة سهلة أو هدف سهل إلى من هب ودب لكي يسيء لهم. سيكون هناك رأي إن شاء الله بإذن الله. إذا كيف تنظر دكتور قحطان؟ نعم دكتور قحطان، كيف ترى رد فعل المتظاهرين على هذه الأنباء، أي حشد الميليشيات لعناصرها تحت مسمى العشائر والدخول إلى ساحات الاعتصام؟ كما شاهدنا الشباب أساسا الذي هو قلنا ونقول دائما بعمر الورد هو 16 سنة و 17 سنة وكذا، يتلقف الرمانة الدخانية والصوتية بكما كما يتلقف ميسي الكرة القدم ويلعب بها، فهو أكيد يهدأ من أي محاولة وأكيد هو واعي لهذه الحالة. وقلت لك الله لا تكون هكذا محاولتك، لا تجر الحراك إلى حالة أخرى يرجوها أعداء الحراك وأعداء العراق. ولكن أتوقع أن الشعب العراقي بحراكي بشبابي هو أكبر من هذه وواعي لهذه الحالة، وأتوقع أنه يحتويها بإذن الله. هذا إذا ما تم احتواء هكذا حركات من قبل الشعب عموما إن شاء الله. نعم دكتور رافع، سفير حكومة عبد المهدي محمد حسين بحر العلوم نفى مسؤولية القوات الحكومية عن قتل المتظاهرين في هذا المحفل الدولي، كيف تنظر إلى ذلك؟ هو دكتور سمير هو يعني كل إناء يعبر عما فيه، هو ابن الحكومة فيجب أن يعبر عن صوت الحكومة. وزارة الخارجية قالت نحن يعني نسانده فيما قاله وما قاله صحيح ويعبر عن الحكومة، وهذه الحكومة هي تعبر عن نفسها وتعبر عن حتى عن العملية السياسية كلها اللي وقفت ضد الثوار وضد المتظاهرين من أول يوم، واللي قتلتهم واستخدمت السلاح ضدهم والقنابل المميتة والغازات المميتة والاعتقالات والخطف، هي هذه نفسها. والحكومة هذه اللي طلعوا الثوار ضدها وضد كل ما خربتها وعمليتها ومخرجات عمليتها السياسية طوال ما يقرب 17 سنة. فبالتالي ما قاله يعبر عن نفس المنهج التخريبي اللي يدافع عن منهج تخريبي ومنهج مؤذي للعراقيين طوال 17 سنة، وأهل العراق قد رفضوه. بالتالي صوت نشاز يعني ممثلة الأمم المتحدة رغم كل الاتهامات اللي ورغم كل المحاولات، لكن بالتالي انصاعت إلى صوت العراقيين، انصاعت إلى الحق. لا تستطيع، ضغوطات قوية وشديدة لا تستطيع. كل أولا الثوار حاصروها بفعلهم الرائع، بقدراتهم الرائعة، بثورتهم البيضاء، بأياديهم البيضاء، بتضحياتهم الكبيرة قبل كل شيء. حاصروا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يعني شريكة فيما يحصل في هذا في يعني العراق. ليس يعني إذا أردنا حتى التحديد، ليس من يوم يعني من 2003، ربما قبل 2003 كنا احنا عشنا واحنا كنا عراقيين وعشنا مأساة كبيرة، حصار 13 سنة العراق بغض النظر عن شكل النظام، لا تحدث عن نظام، لكن هذا واقع الحال. وأطفال نص مليون طفل قدمنا في تلك الفترة من أجل الدواء، وكانت الأمم المتحدة الشريكة في هذه القضية ولم تتكلم كلمة واحدة. واستمرت بعد الاحتلال الأمم المتحدة في صمتها، وكانت دائرة تابعة للولايات المتحدة الخارجية الأمريكية. وطوال هاي السنوات كان مكتب لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لكن لم يكتب تقريرا ينصف به العراقيين. هذا أول مرة يطلع هذا التقرير، والفضل ليس لمكتب الأمم المتحدة، دعني أقول هذا، الفضل للثوار. إذن هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم، هؤلاء الذين سحبوا العراق من الظلمة إلى النور وقالوا للعالم كله تعالى وشاهد هذه المأساة، هذه الكارثة الكبيرة. هل العراق بلد ديمقراطي؟ هل العراق بلد مزدهر؟ هل العراق بلد متقدم؟ هل العراق ما فيه ظلم؟ ما فيه حقوق منتهى؟ ما فيه فقر؟ كل هذه القضايا شاهدها العالم، فاضطرت الأمين العام ممثلة الأمين العام أن تقدم هذا التقرير. في الوقت اللي قدمت هذا التقرير يأتي ممثل الحكومة ليقول شيئاً متناقضاً، يصف المتظاهرين بأنهم شغب ومثيرين للشغب وخارجين عن القانون، نفس الأوصاف اللي الحكومة تقول عنها. لذلك تبنته وزارة الخارجية، ولو لم تبناه وزارة الخارجية لكانت
يعني قد أصبحت ربما من النكات الكبيرة أن وزارة خارجية ومثلها في الأمم المتحدة وتقول لا يمثلنا، فقالت يمثل الخطاب وهو يمثل الحكومة، وهذا واقع الحال. بالتالي يعني هذا أثبت أن الثوار على حق، وأن ثورتهم حقيقية وحق، وثباتهم هو المطلوب، لأنه هذا الضيم وهذا القهر وهذا الظلم لا يمكن أن يستمر. دكتور قحطان، إلى أي مدى نجح الثوار، ثوار ثورة تشرين، المتظاهرون السلميون في إيصال صوتهم إلى العالم بإصرار، حتى واجهوا هذه المحاولات الحكومية لتشويه صورتهم أمام العالم؟ الحمد لله والشكر، نجحوا بشكل منقطع النظير. ولو أوتيت أي مجموعة إمكانيات أضعاف أضعاف إمكانيات الشباب، طبعا غير الذي يكنه في داخل صدورهم من إيمان للوطن، لما استطاع أي جهة أن تذهب بهذه النتائج. والحمد لله حقيقة الأمر الشباب قد سبق الجميع، سبق مثقفي العراق وأبطال العراق وشيوخ العراق بكثير. الرسالة التي يرسلوها العراقيون بفضل التظاهرة ليس فقط إيصال صوت العراق بقدر ما هو إنهاء مشروع أقليمي ضد العراق صار له كل صيرة وكل قدرات. الأمم المتحدة عندما تتبنى الرؤى الحقيقية للشرع العراقي والتخير يأتي بهذه الصورة الصادقة، بالتأكيد ليس انحيازية بقدر ما هو صادقة، ودلالة على أن العراقيين أعطوا صورة كبيرة، قطع الطريق على المتقولين بأي تشويه يشوب العراق. العراق لم يكن إلا سلميا، ولم يكن إلا وطنيا، ولم يكن ذا مغازي أو أهداف أو أجندات خارجية. لذلك تعاطف العالم جميعا مع العراق وأوصله إلى قمة الهرم الدولي في منظمة الأممية الأولى، وتوقع أن هناك قرارات أممية ستصدر لصالح الحراك العراقي لغرض أن تقوم الأمم المتحدة بمهامها الدولية حيال وضع أمني في العراق بسبب وضعية العمل السياسي القائمة التي بدأت تؤثر أمنيا على العراق وعلى المنطقة برمتها. وبالتالي الحراك قدم مسائل كثير وأوصل صوته بشكل واضح وصريح وجلي، وما عاد أحد يستطيع أن يتجاوز أو ينكر حقيقة هذا الحراك وهذا المستقبل الذي بدأ يلوح بإذن الله بالأفق إيجابيا اتجاه خلاص العراق. دكتور رافع، هذه التظاهرات يعني تهدف إلى إسقاط العملية السياسية، إسقاط النظام الفاسد برمته وسلطة الأحزاب. الاحتلال الأمريكي جاء إلى العراق بهذه المنظومة السياسية، هل من وجهة نظرك أن التظاهرات السلمية على النحو الذي شاهدناه وحتى الإدانات الدولية لما جرى من قمع ضد هذه التظاهرات، ترى أنها تهدد المشروع الأمريكي في المنطقة وتهدد المشروع الإيراني؟ طبعا لا مشروع في الدنيا ممكن أن يقف أمام إرادة شعب، هذه هي الحقيقة. يعني مهما كانت قوة أمريكا، مهما كانت قوة كل دول الدنيا في احتلال بلد معين، إذا ما كان الشعب كله وراء مشروع معين مناهض أو مضاد لهذا المشروع الاحتلالي، لن يستطيع هذا المشروع أن يصمد على الأرض أبدا، وهذه حقيقة. هذه يعني تجارب الشعوب وتاريخ الشعوب كلها يثبت هذه الحقيقة، أن الشعوب في نهاية المطاف هي من تقرر مصيرها، وهي من تقرر من سيبقى على الساحة والأرض مع من تقاتل، مع أهلها أم مع الغرباء، هذه هي الحقيقة. والشعب العراقي لا يختلف، والشعب العراقي شعب ثوري، شعب متطلع للحرية، متطلع للاستقلال، متطلع لكل خير في الدنيا. هذا الشعب له صفات يعني عظيمة، وهو شعب متميز في حضارته وفي تاريخه وفي كل شيء. فبالتالي حتى في ثوراته، في تطلعه إلى الحرية، إلى الحياة، إلى السمو، هذه جزء من عدها. فبالتالي هناك مشروع بدأ عام 2003 في احتلال العراق وبدأ بهذا الشكل، وجاءت هذه العملية السياسية تحت مسمى نقل الديمقراطية للعراق، بغض النظر عن المسميات هذه الكاذبة. وبالتالي ثبت أنه هذه الديمقراطية بعد 17 سنة اللي ينادون بها عندما خرج شباب العراق اللي هم يعتمد عليهم في بناء الوطن، عندما وجدوا أنه الآفاق في الحاضر والمستقبل مغلوقة أمامهم وخرجوا لكي يفتحوا هذه الآفاق أمامهم ولينادوا بوطنهم، واجههم بالقتل
والحديد والنار والاعتقالات والاختطافات والاتهامات والكلام البذيء والمحاصرة بهذا الشكل، وقوائم الشهداء هذه تثبت ما حصل وتثبت وين الديمقراطية هذه اللي يتحدثون عنها. هذه كذبة كبيرة، ديمقراطية جاءتنا معلبة ويجزمات الأمريكان حتى ينفذوها علينا، هذه كذبة. وبعدين حتى هم اعترفوا الأمريكان أنه إحنا ما جينا نسوي ديمقراطية لغرض آخر، وهي واقع الحال. بالتالي هذا المشروع الاحتلالي مهما كانت قوة أمريكا، مهما كانت إرادته، مهما كانت قوة إيران، مهما كانت قوى الشر ضد العراق، إذا ما الشعب قرر أنه يخلص من هذا ويقف ضد هذا المشروع سيسقط هذا المشروع، وهذا ما يحصل اليوم. هذه الثورة ضد هذا المشروع كله من البداية. الثوار عندما خرجوا لم يخرجوا ضد عملية سياسية فقط بها هؤلاء الأنفار وهذه الأحزاب، هؤلاء الثوار عندما خرجوا واقع الحال خرجوا ضد القوى التي تدعم هذه العملية السياسية، خرجوا ضد أمريكا وضد إيران وضد كل القوى التي تقف مع هؤلاء وتساندهم وتعتبرهم حكومة وتعتبر أن العراق ديمقراطي وأن العراق مزدهر ومتطور. هذه الحقيقة. العراق وصل إلى مرحلة، يعني هم يتحدثون عن ازدهار العراق وكل نشراتهم تؤكد أن العراق واحد من بين أكثر 5 دول بالعالم فساداً، التعليم به في أسوأ حالة، التعليم خارج كل التصنيفات، الصحة في أسوأ حالة، مدنة في أسوأ حالة، الخدمات في أسوأ حالة، كل الخراب، الأمن في أسوأ الحالات، أنت غير آمن على نفسك في بيتك، في الجامع، في الكنيسة، في الشارع، في أي مكان، في مدرستك، في معملك. فبالتالي أنت في وطن وهو لا وطن. هؤلاء الذين خرجوا قالوا نريد الوطن، نريد وطن، ومعنى أن نريد وطن، نريد وطن آمن مستقل، فيه دستور، به سيادة، باحترام للإنسان، باحترام للعلم، باحترام لصحة الإنسان، لذاته، لحاضره ومستقبله. هذه الحقيقة. فبالتالي هذا المشروع يجب أن ينكسر، وانكسر الآن. كسروه هؤلاء، أهل العراق، أهل شيمة وأهل مقاومة وأهل عزم، واجهوا الاحتلال واستطاعوا في جولات معينة أن يكسروا هذا الاحتلال في أماكن معينة، مشروع أن يكسروا. لكن الآن هاي الشباب أجهزوا على هاي الشغلة، أجهزوا على هذه العملية، بالتالي هي خربت ومخرجاتها كلها تخريب وأذى للعراقيين، والآن يواجهوها في الساحات، والنصر لهم إن شاء الله. والمشروع الأمريكي لابد أن ينكسر أمامهم، وانكسر وينكسر. أي مشروع آخر، إيراني، أمريكي، أي مشروع آخر، إرادة الشعب هي الأساس، وهؤلاء الشباب هم الذي يعبر عن إرادة الشباب، إرادة الشعب، وهي الإرادة المحترمة الوحيدة اللي يسمع صوتها واللي يجب أن تبقى بالساحة. نعم دكتور قحطان، بحسب المصادر قاسم سليماني موجود في العراق، يعني هناك البعض يرى بأن عدة خطط بديلة ربما سوف تتخذها الأحزاب بإنزال الميليشيات إلى الشارع تحت مسميات معينة لإحداث بلبلة داخل ساحات التظاهر. يعني نوري المالكي من قبل استخدم هذه الطريقة بحسب ما يرى مراقبون تحت مسمى لجان إسناد أو مجالس إسناد عفوا في ثورة 25 من شباط الماضية. من وجهة نظرك، هل ممكن أن تحاول الحكومة استخدام هذه الأساليب من أجل يعني محاولة إفشال ثورة تشرين؟ ليس غريبا هكذا احتمال. ثم ان وجود قاسم سليماني في الوقت الحاضر لا فقط يدلل على امكانيه استخدام او توظيف هذه المساله، بقدر ما يؤكد مصداقيه الحراك عندما قال صراحه ان العراق جزء من ايران، وبالتالي لابد ان يكون حراك. لان الاقاويل عندما تقول ان الحراك كما يقول البعض تابع لاجنده اخرى اقليميه، كان تكون السعوديه مثلا، والحراك يدعي على الحكومة خلنا نقول مثلا أنها إيرانية. ثبت الواقع أن الجانب الإيراني موجود في الساحة العراقية إلى جانب الحكومة، ولم نرى أي جانب إقليمي آخر إلى جانب الحراك. إذن الحراك كلامه دقيق ووصفه دقيق لنفسه وللآخرين. وجود سليماني هو دليل على تبعية الحكومة أكثر ما دليل على احتمالية استخدام الميليشيات، لأن استخدام الميليشيات لا تعتقد بظهور وجود قاسم سليماني كشخص، فالتوجيهات والأوامر قد تأتي من خارج حدوده وفي طهران. إذا المشكلة الكبرى أو الدالة الكبرى على وجود سليماني هو أن الحكومة العراقية تابعة تماما إلى إدارة إيرانية،
وبالتالي لا يمكن أن تخرج الحكومة من هذا الإطار. الشيء الآخر عزيزي أنت، وجوده بالتأكيد قد يستخدم الميليشيات أو يستخدم عناصر معينة، أو فعلا قد تكون هناك خلايا نائمة لما يسمى الميليشيات، لا تخرج كأنما بصيغتها العلنية، ولكن تخرج بدلالات أخرى كانت تبدو عشائرية وكانت تبدو من هذا الخبيل، وبالتالي تذهب إلى باتجاه إثارة الشارع وإثارة النعرات والبينية. أنا أتوقع الشارع قد انتبه وتنبه لهذه الحالة، والعشائر على سبيل المثال والقوى الوطنية الواعية تدرك هذه الحقيقة، وبالتالي أتوقع أنها تحاول أن تحتويها. وهنا الأمانة لكي نكون دقيقين أيضا، يكون على المرجعية على سبيل المثال، رغم يعني تحفظنا على مدى وطبيعة دور المرجعية، أن تكون قد تقدير لدليل على رغبتها بعدم سفك الدم وعدم إراقة الدم، على أن تقول كلمتها الواضحة الصريحة في طبيعة عمل الجماعات التي تسمى نفسها حشد، والتي تقول أننا جزء من فجوة. فإذا ما ذهب عناصر الحشد التي تدعي أنها جزء من فجوة، إذا ذهبت إلى قتال بيني مع الشباب، تكون قد خرجت عمليا بصورة لا تقبل الشك عن توجه العام الذي أراده السيد السيستاني. وبالتالي أرى أن ظهورة كبرى وقصوى على المرجعية أن تتنبأ مستقبلا أو بدءا أن تكون بالفعل ما احتواء هكذا تصرفات. لماذا دائما ما دكتور قحطان، لماذا دائما ما يتم يتم ترويج قضية أنه المرجعية هي التي تتحكم؟ هل من المعقول أن المرجعية هي من تتحكم بإرادة الثوار أو زخم التظاهرات في العراق؟ لا بالتأكيد لا، هي الحراك يتحرك برأس الشارع، ولكن نكون دقيقين نحن كمتابعين. نقول أن جانب من وجود الحشد هذا الذي سيستخدم قوته العسكرية باسم حشد رسمي أو كذا، هذا تأسيسه كان على أقل تقدير بناء على فتوى، وهذه الفتوى الآن كأننا نحن كعراقيين نحمل جهة الفتوى مسؤولية توجيه الفتوى. عدم توجيه الفتوى ذاتها قد تعطينا دلالات أخرى. أنا أقصد هذا الأبعد من الكلام، ليس أنا أعتبر من إدارة الدولة أن تدار عن طريق المراجع، لا، الدولة تدار عن طريق مواطنين وعن موظفين مهنيين أكاديميين، لا تدار عن طريق لا مراجع دينية ولا عشائرية. ولكن نحن نقول أن عشان مثال هذا الذي سيأتي سيدعي أنه يحمل راية المرجعيات والقضايا الدينية، فإذا ما ذهبت المرجعية بهذا الاتجاه قد تحقن دماء ليس لغرض سياسي بقدر ما قدر إنساني. وأبقى وأقول الحراك رأي وطني حر بعيد عن المسميات المذهبية والطائفية، ولكن الذي سيأتي باسم الحشد سيعتمد هذه الغطاء له. من هنا أن انطلقت، ولست منطلقا أن المرجعية هي التي توجه شؤون الدولة والمواطن عليه أن يتبع خطوات المرجعية، بقدر ما أن المرجعية أساسا عليها واجب طبيعي أن تقوم بالاتجاه السليم، فقد يكون مسلمة عليها. ابقى معي دكتور قحطان. استاذ دكتور رافع الفلاحي، يعني هناك عمليات اختطاف مستمره لناشطين مناصرين للتظاهرات في العراق، ولكن اللافت في النظر الان يتم اختطاف ناشطين من المحافظات التي تم تدميرها، وخاصه الانبار وكذلك صلاح الدين وكذلك الموصل، تحديدا الانبار هناك اختطاف من قبل مسلحين تابعين للحكومه لهؤلاء الناشطين. إلى أي مدى ترى أن هذه العمليات أو هذه الممارسات ممكن أن تؤثر في زخم التظاهرات الحالية أو في قوة اندفاع أهالي المحافظات لمناصرة المتظاهرين الموجودين في التحرير؟ طبعا إذا ما تحدثنا حتى عن يعني ما كان الحديث يجري عن المحافظات التي تعرضت إلى التدمير المنكوبة، رمادي، صلاح الدين، نينوى، كثير الحديث جرى عن هذه. أولا يعني كل جماهير هذه المحافظات مع هذه التظاهرات قلبا وقالبا مع هذه الثورة، هذه جزء من وهم خرجوا لسنوات طويلة مطالبين بنفس الطلبات اللي طالب بها هذه الثورة، وهم يعني قدموا الدماء وقدموا التضحيات
سبيله. كل القوى الحكومية مثل ما في بغداد مثل ما في الجنوب، هناك قوى أيضا في هذه المدن، وهذه القوى عشائرية، قوى صحوات، قوى أحزاب معينة تسيطر على هذه، ولها مصالح في بقاء الحال على ما هو عليه لكي تبقى العملية السياسية يبقى هذه الفوهة التي تدفع لهم الأموال وتدفع لهم المناصب والرفاهية الخاصة، والشعب ليحرق. فبالتالي يعني عندما يخرج الناس، خرجوا في مثلا جامعة الأنبار وجامعة الموصل وجامعة صلاح الدين، وقفة احتراما وإجلالا لشهداء الناصرية وشهداء ساحة التحرير وشهداء بغداد، وقروا الفاتحة وصلوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء. هذه أثارت هذه المجاميع، أثارتهم، لذلك تنادوا. يعني أنا شاهدت موقف غريب عجيب تحدثنا عنه، شيوخ يذهبون، يدعون أنهم شيوخ، يذهبون إلى القضاء ويطالبون القضاء بإصدار قرار على جريمة هم يعتبرونها جريمة، هم يسمونها جريمة لم تحدث لحد الآن، هذه أول مرة بالقضاء، والقضاء يقبل الدعوة ويصدر قرارا ربما على جريمة لم تحدث. يعني يقولون احنا ضد من يخرج ويجب ان يصدر القرار القضاء قرارا ضد من يخرج ويعبث، ولم يحصل العبث، ولم يحصل التخريب، ولم يحصل ان خرج احد لكي تصدر قرارا. يعني انت عندك جريمة يجب ان يقتل شخص او يعتدى عليه او يسرق لكي تذهب الى مركز الشرطة او القضاء وتشتكي، وبعد ذلك القضاء يعني يتخذ اجراءاته ويصدر قراره، لكن ان لم يحدث الشيء ويصدر القرار، لكن ان لا يحدث شيء وغير موجود هو ويصدر قرار، هذه غريبة، هذه اول مرة تحدث. ويتحدثون عن وطنية، يعني هم وطنيون بالنهار وهم يعني غير شكل بالليل، هم موالون وهم يعني معارضون في نفس الوقت، هذه لا تقبل، متناقضون، لا تقبل. وانا اقول انه انا عانيت ويجب هذه لا تقبل. الان الشعب العراقي، انت تريد هذه الكارثة الكبيرة التي حلت بها، هذه لا تشمل ابناء الجنوب ولا تشمل ابناء بغداد، وقالوها هذه المدن المتضرر المنكوبة قالتها، هذه مطالبنا لا تشمل الأنبار، لا تشمل صلاح الدين، لا تشمل الموصل، قالوها لسنوات طويلة، تشمل الجميع، هذه العراق جميعا. فأهل العراق مثل أهل الأنبار، مثل البصرة، مثل العمة، هو نفس المواطن العراقي واحد، وطلباته واحدة، وهمومه واحدة، ومصيبته واحدة، والكارثة وقعت على كل العراقيين، وهذا الظلم توزع على كل العراقيين. لذلك كل أهل العراق الآن يساندون هذه الثورة ويقفون معها، وهؤلاء مهما منعوا مهما اختطفوا، يعني اللي يكتب بالفيسبوك ما أعرف وين التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي يكتب أنه هو مع المتظاهرين اعتقلوه، يريدون أن يضيقوا. الجامعات محاصرة، المدارس محاصرة، الناس تسأل لماذا لم، هذا وضعهم، هذا حالهم بهذه الطريقة، لكن هذا لن يستمر، سيكسر هذا القيد قريبا، سيكسر هذا القيد، والشعب كله يخرج بموجة كبيرة تزيح كل هذا السوء وكل هذا الشذوذ اللي حل بالعراق من 17 سنة لحد الآن. هذا ما له علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام لاحق، ولا هذا إلى علاقة بأن العراق يجب أن يعود وجهه الجميل، يجب أن يعود إلى ناسه، إلى أهله. العراق مختطف، يجب أن يعود إلى احترام حقوقه، احترام ذاته، احترام هويته الواحدة، احترام عراقيته، هذا أساس الموضوع. أما أن يختطف الناس ويعتقلون ويعاقبون ويفصل من الوظيفة لأنه كتب تعليقة صغيرة ما أعرف وين بواحدة من وسائل التواصل الاجتماعي، هو يؤيد التظاهرات ويؤيد المتظاهرين أو يترحم على الشهداء، وبالتالي تعتقلوه، هذا يعني قمة الاستهتار بحقوق الناس، وهذا سيؤدي بهم إلى الهلاك. طيب دكتور قحطان، هذا الاستهتار بحقوق الناس وهذه التناقضات، العراقيون لم يشهدوا إلا تناقضات، يعني سواء من الحكومة التي تقول بأن التظاهر هو حق مشروع وأن الحكومة سوف تقوم بحماية المتظاهرين على لسان عادل عبد المهدي من قبل، ولكن نرى أن هناك تناقضات، عمليات القتل مستمرة، وحتى هناك إدانات دولية
هذا القتل المستمر للمتظاهرين السلميين. فرنسا دانت، انجلترا، بريطانيا عفوا، المنظمات الدولية والإنسانية، منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة، مع ذلك عمليات القتل مستمرة. حتى الولايات المتحدة تعيش أدوار هذا التناقض عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن أن الحكومة في العراق تقطع الإنترنت لكي لا يرى العالم بشاعة الصور وبشاعة القتل التي تقوم به القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين. لماذا يعني يعيشون العالم في هذه التناقضات، وكذلك يعيشون العراقيين في هذه التناقضات، سواء الحكومة أو الولايات المتحدة، السبب في ما يجري كله في العراق الآن بصناعة هذه الحكومة؟ التناقضات في العراق ما بعد 2003 هو شبه الموقف، مثل ما قال الأستاذ الرافع عندما قال أن جاءوا باسم الديمقراطية وهم ديكتاتورين إلى حد النخاع بدون استثناء، فالابن يرث الأب في دارة الأحزاب وما شابه ذلك. الشيء الآخر أنهم يدعون الآن مع التظاهرين وحتى المتظاهرين السلميين ويدعون أنهم يكرمون الشهداء ويجعلون الشهداء، ولكن لا يحاسبون من يقتل الشهيد. أنهم في نفس الوقت يدعون على استعداد كامل إلى تقديم ما يحتاج الشعب من مساعدات، ويذهبون إلى إصلاحات ترقيعية تشيء إلى الشعب وإلى إمكانياته العلمية وإمكانياته المادية، عندما يحيلون كوادر علمية متقدمة للتقاعد ولا بحجة تحسين موقف الدول المالي، ولا يتقربوا من تلك الامتيازات التي تربعوا عليها وعايشوا بظلها. إذا هذه المجاميع هي أساسا مبنية على التناقضات، وبالتالي نحن نقتنع أن التناقضات إذا موقف لا يمكن أن يخرجوا منه. الشعب أيضا أدرك هذه الحقيقة كما قلنا، لذلك يهزع عندما نسمع أن الحكومة تدعي أنها تذهب بالاتجاه الذي تدعم به الشعب أو تدعم حراك الشعب أو تنفذ المطالب، لكن بالواقع هي لا تنفذ بقدر ما تحاول أن تكيد نفسها، لعل الإصلاحات أو ما سمي بتغيير رئيس الوزراء والآلية التي يذهبون إليها، وهي آلية ذات الآلية التي أنتجت عبد المهدي وسوام، هو يؤكد على أنهم ملتزمين بدستورهم السيء، ولكن يدعون أنهم حريصون على تلبية مطالب الجماهير. إذن الازدواجية والتلكو وحالة اللامصداقية هي سيد الموقف في كل سلوك وكل قناعات الحكومة وأدوات الحكومة. نعم دكتور. نعم حياك. نعم دكتور رافع، الآن يعني من الواجب أن هناك عدة نصائح تقدم للتظاهرات للمتظاهرين السلميين بهدف إنجاح هذه الثورة، ماذا تقول بشأن ذلك؟ أولا أنا أعتقد أن هذه الثورة يعني هذا الشباب اللي في الثورة يعني هو اللي يقدم النصيحة للشعب حقيقة. نعم. نحن نحتاج إلى ننصح الشعب لا ننصح الثورة. الثورة الآن يعني عارفة طريقها والثوار عارفين طريقهم وأهدافهم حددوها وثباتهم واستقرارهم وتضحياتهم دليل على هذا. نحن يعني نرجو من الشعب أن يساند هذه الثورة، يعني هذه الثورة لا تحتاج إلا المساندة الكاملة من كل الشعب. البقاء الشعب بعيد ربما بمسافة معينة، اللي عندهم تردد، اللي عندهم حالة من الشك، عليهم أن يقطعوا هذا، انتهى هذا الموضوع، انتهى الآن بعد شهرين من الثورة. على الجميع أن يساند هذه الثورة. تريد تقلل الدماء ساندهم في كل الحالات. أنت تريد لا تمنع ابنك ما يخرج، لأن راح يخرج هو ابنك، وأنت لا تخاف عليه، خوفك يزداد إذا ابتعدت عنه، أنت كون معاه وخوفك سيقل. فبالتالي أنا يعني هذا التشبيه الصغير هو ينطبق على الحالة الكبيرة، أن الشعب كله إذا خرج مع هذه التظاهرات مع هذه الثورة سيقلل التضحيات، ستقلل الدماء، وسيقلل وقت الثورة، الوقت هذا اللي يضيعوه الثوار وهم بحاجة، العراق بحاجة إليه إلى أن يبنوا. ستتحقق أهداف الثورة بأسرع ما يمكن إذا ما خرج الشعب كله اليوم. هذه الحالة جزء من تطبيقاتها، هذه الحالة
اليوم عندما دخلت هذه الحالات الشاذة إلى ساحة التحرير، حاولت الدخول إلى، عندما تنادى الشعب بسرعة استطاع أن يطرد هذه الحالة الشاذة بسرعة، احتواها وخلصها، لأنه لا يستطيعون أمام الموجات الكبيرة. إنه تبقى الموجات صغيرة، وهذا ما تأمله هذه الحكومة والقوى السياسية والميليشياوية، تأمل أن تبقى الموجات صغيرة هنا وهناك وتستطيع القضاء عليها. لكن عندما تكون الموجة كبيرة، وهذا تاريخ كل الشعوب، عندما تثور الشعوب كلها بموجات هائلة لا يستطيع أحد الوقوف أمامها، والعالم كله والعامل الدولي سيقف إلى جانبها بسرعة. يعني لا يتوقعون أن الوقت سيطول، لا، كل العامل الدولي سيقف إلى جانبه وسيحققون كل أهدافهم في عراق مستقل مستقر ذو سيادة، يكتبون دستور يليق بالعراقيين ويليق بالإنسان العراقي ويليق بهذا الوطن، يعملون نظام سياسي وطني، مشروع وطني يليق بهم، غير فاسد غير مخرب. هذه الحقيقة، هذه الثوار كلها يدركوها، لكنهم يحتاجون سند كل العراقيين، كل العراقيين، كل بيوتات العراقيين، كل النقابات، كل المؤسسات، كل الأكاديميين، كل اللي يشتغلون في كل مكان، الأمهات، الآباء، الصغار، الكبار، كلهم عليهم أن يدعموا هذه التظاهرات. هذه الثورة هي أمل العراق في أن يخرج من هذا النفق الأظلم اللي صار لعقود به، يخرج من هذا النفق بوقوفكم معه. هذه فرصة العراقيين أن يقفوا مع هذه الثورة، إن ضيعوها ضاع العراق. قفوا مع هذه الثورة، قفوا معها بكل ما تستطيعون، أنتم كلكم مؤيديها وأهل العراق كلهم مؤيديها، لكن أن نترك الشباب وحدهم يعانون ويتحملون كل هذه الضغوطات، هم سيحققون أهدافهم، لكن الوقت قد يستغرق أكثر والتضحيات ستكون أكبر. لكي نقلل الدماء، نقلل التضحيات، يجب أن نقف معهم بسرعة، كنا يجب أن نقف معهم بسرعة، وستنتهي هذه الحالة بأسرع مما نتوقع والتحقق كل الأهداف. هذه النصيحة، وهي لأهلنا أن نفسنا مو للثوار. ثوار أنجزوا وينجزون ما عليهم ويعرفون ماذا ما هو المطلوب منهم، وهم ماضين بطريقهم. نعم دكتور قحطان، يعني بطبيعة الحال الثورة منبثقة من الشعب، كيف تصف المساندة الشعبية لثوار تشرين؟ المساندة الشعبية الحمد لله والشكر جيدة جدا، والتأييد الشعبي واضح جدا، فيما في محافظات مثلا الناصرية، كربلاء، نجف، وهذا يضيفنا فخر على فخر. بدأت أيضا تأييد الأمانة الله، نقول التأييد في كل عموم القطر دون استثناء، وأنا على اطلاع تام أن شبابنا في حتى في زاخو والثمانية وفي الموصل وفي الأنبار وصلاح الدين يتلوعون ويتشوقون للمساهمة بشكل بآخر. لكن كما تعرف بداية الحراك كان هناك التهم جاهزة لهذه المناطق للأسف الشديد، ولكن الآن الحراك غني جدا أو متعزز بشكل واضح بحراك من محافظاتنا أنبار وصلاح الدين وكذا، وساحات الاحتفالات، ساحات التحرير ملأة بهكذا، واليوم أتت أكثر من سيارة حقيقية كما كان بداية حديثكم أستاذ عزيز مع الرافع، من الشباب من أنبار ومن الكوت ومن التاجي ومن سامراء وصلاح الدين، تعزيز إلى منطقة ساحة التحرير. إذن التأييد واسع جدا، والشارع كله الآن عراقي، ساحة التحرير في بيت كل عراقي، كما الآن هي ساحة التحرير تعبر عن العراق في أجمع. إذن العامل دكتور، دكتور العامل العشائري، يعني دخول ثوار أو العشائر العراقية إلى خط التظاهرات، كيف تصفه؟ العامل العشائري أكيد إيجابي، باعتبار أولا أن الجانب العشائري من طبيعة التركيبة الاجتماعية بلدنا، وهذا شيء إيجابي. وأنا كأكاديمي بالتأكيد لا أحبذ أن تكون العشيرة فعالة في ترتيبة دولة حضارية، ولكن لا يمكن أن نقران دورها الاجتماعي. فالعشيرة عندما تكون عمق طبيعي لبناء مجتمعي إيجابي، وتكون القبيلة كأسرة أكبر للشاب المتظاهر، تكون حالة إيجابية. عندما يكون المتظاهر يخرج من أسرة صغيرة اللي هي العائلة دافعة باتجاه التظاهر،
وعشيرته الاسره الاكبر دافع باتجاه تظاهر، وبلده برمتها بجمعه يكون الحلقات متكامله عندها، تضعف حلقه استخدام هذا التكوين المجتمعي من قوى اخرى مناهضه كالتي حاول ان يستخدمها مالكي في سابق عهد عندما استحدث شيء للاسف الشديد كما في حين صحوات ما صحوات وهي كانت اقرب ما الى كانتونات عشائريه بيتاتيه صغيره تقاطعت فيما بينها، اضرت البناء الاجتماعي واضرت الحس الوطني واضرت المقاومه حينها. هذه التوليفه الجديده وهذه الترتيبه الجديده نراها ايجابيه جدا، لان العشيره الان تحركت بهدى شبابها، ليس كما كان سابقا تحركت بهدى جهات متسلطه على الشان الدولي دوله العراق، لا، تحركت بهدى شبابها. اذا تحرك سليم وباتجاه السليم، وحتى الذي يحاول ان يتاجر او يضل او يدلس بات مكشوفا امام الحراك الايجابي لشيوخ العشائر الاجلاء. اذا هو حراك يضف دعم وزخم الى الحراك الشعبي الشبابي. نعم. دكتور، كيف تعلق في اقل من دقيقه؟ أنا أقول إنه هذه يعني الثورة مباركة إن شاء الله، وهذا الجيل سبحان الله، هذا الجيل يعني أعاد للعراق، للعراقيين الأمل في الحياة، أعاد للعراقيين الأمل في أن يخرجوا وطنهم من هذا القبر، من هذا النفق المظلم. الحقيقة هذا الجيل جيل مبدع، جيل سيسجله التاريخ، يعني سيسجل التاريخ حركته بأحرف من نور حقيقة، جيل من أبدع ما يمكن. لم يكن أحد يتوقع من هذا الجيل أن يكون بهذه الروعة، بهذا النقاء، بهذه القدرة على فهم الأمور والوطنية والتضحية والبسالة. هذا جيل رائع جدا، وهذا الجيل الذي سينقذ العراق سبحان الله. رب العالمين يعني سخر هذا الجيل في لحظة معينة لكي ينقذ العراق ويخرجوا بهذه الطريقة، يقدموا كل هذه الكوكبة من الشهداء وماضين في طريقهم، سيقدمون تضحيات بعد أكبر وصولاً إلى أهدافهم. هذا الجيل يجب أن يوضع إلى حساباته، يوضع في مكانه. يعني أهل العراق سيقدرونها طوال تاريخهم القادم حقيقة. العراق وصل إلى مرحلة في أسوأ ما يمكن، وهذا الجيل يعني استطاع أن هذه الجثة العراقية، جثة العراق كلها اللي مزجات على الطاولة ويقطعون بها، استطاعوا أن ينهضوا بها ويوقفوها على رجليها من جديد وعلى أقدامها. وهذه عملية تكاد تكون كبيرة جدا جدا، لم يكن أحد يتوقعها. فيعني ربما أهل العراق كلهم عاجزين عن الشكر لهذا الجيل، ويجب أن يساندوه، يجب أن يساندوه، لأنه هاي ثورة شريفة، ثورة عظيمة، ثورة مباركة، وستحقق أهدافها إن شاء الله وتقضي على كل هذا الخراب اللي حل بالعراق. في ختام هذه التغطية الخاصة أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، حياك الله، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة لهذه التغطية الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة، وإلى تغطية أخرى، إلى اللقاء.